المنان المنان والصلاة والسلام على حبيبه سيد الإنس والجان الذي أعطاه الله العلم ما يكون وما كان وعلى آله الطيبين الطاهرين من الرجس والأوثان وأصحابه الأكرمين نجوم الهداية للأكوان وعلى من أحبهم واتبعهم بإحسان إلى يوم يتحقق فيه كما تدين وتدان أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الإخوان المسلمون الحاضرون في حفلة السنوية للجامعة الحميدية شكر طلاب وعلماؤنا الكبار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إنه لا يخفى على من له أدنى اطلاع على إخبار الرسول عليهم الصلاة والسلام أن سيدهم وسيد جميع خلق الله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأكثرهم معجزات ودلائل وأظهرهم فضائل وفواضل وأبهرهم محاسن وشمائل وأشهرهم في الكتب السماوية علامات وبشائر وأصدقهم شواهد ردت عن الأوائل والأواخر وأقواهم براهين وأوضحهم آيات بينات وأرفعهم مقامات وأشرفهم حالات وأفضلهم في جميع الصفات من كل جهات إنما كان صلى الله تعالى عليه وسلم وأكثرهم نبيا وأكثرهم أمة وأشملهم دعوة وأكملهم شريعة وخاتمهم نبوة وآخرهم رسالة هذا كأن العالم أجمع محتاجا إلى رسالته وثبوتها أكثر من احتياجه إلى رسالات السائر النبيين لأن كل رسول كان يأتي بعده رسول يقرر ما آتي به الأول أو يتممه أو يأتي بشرع جديد حتى يبعث الله سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وختم به نبوة الأنبياء ورسالة الرسل عليه عليهم الصلاة والسلام فنسخ شرعة تلك الشرائع وأغرق بحره هاتك الجداول وأخفت الشمس وتلك الكواكب فكان هو صلى الله تعالى عليه وسلم نبي الأنبياء المرسلين ورسول الخلائق أجمعين وشرعه بحر المحيط الذي لم يخرج عنه شيء من الشراء السابقة إلا ما نسخه بصباه وقد زاد عنها بأضعاف لا تحصي أحكام وأنوار وأسرار لا يعلموها إلا الله ومن علمه الله ولذلك كانت معجزاته ودلائل نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر وعظم وأظهر وأدوم من سائر معجزات النبيين ودلائل نبواتهم بل لو اجتمع جميع ما ظهر على أيديهم من ذلك مضاعفا أضعافا كثيرة لما عاد لمعجزة الواحدة له صلى الله تعالى عليه وسلم وهي المعراج ما حصل له فيه من الأنوار والأسرار والحرب والقرب في تلك الليلة المباركة فما بالك معجزاته وفضائله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تحصي عددا ولا تنقطع في حياته وبعد وفاته مددا
لم يرد لأحد منهم صلوات الله عليهم معجزة له رد معجزة له معجزة أو رد له صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم منها ومثلها قد انقضت معجزاته وله صلى الله تعالى عليه وسلم من المعجزات الباقية ما لا يحصى ولا يعد فمن ذلك فمن ذلك بل أعظم ما هنالك كلام الله القديم وقرآنه الكريم فإنه يشتمل على آلاف كثيرة من المعجزات والدلائل والكمالات والفضائل وبراهين القاطعة والآيات الساطعة والشمس آياته مستمرة الطلوع على جميع الآفاق سافرة الأنوار وباهرة الأبصار ودائمة الإشراق من ذلك ما أخبر صلى الله تعالى عليه وسلم في حياته بأنه سيقع في بعد وفاته من أشياء كثيرة لا تدخل تحت الحصر أخرج أبو نعيم حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد حدثنا أبو برة محمد بن أبي هاشم مولى بني هاشم أنبانا أبو كعب البداح بن سهل الأنصاري عن أبيه سهل بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن مالك قال أتى جابر عبد الله قال أتى جابر عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى وجهه متغيرا قال قد رأى وجهه متغيرا فرجع إلى امرأته وقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متغيرا وما أحسبه إلا من الجوع فهل عندك من شيء قالت والله ما لنا هذه الداجن فضلة من زاد فذبحت الداجن وطعنت ما كان عندها صلى الله تعالى ما كان عندها وخبزت وطبخت ثم ثردنا في الجفنة لنا ثم حملتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر أجمع لقومك فآتيته بهم فقال أدخلهم علي إرسالا فكانوا يأكلون فإذا شبع قوم خرجوا ودخل آخرون حتى آكلوا جميعا وفضل في جفنة شبههم ما كان فيها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم كلوا ولا تكسروا عظما ثم إنه جمع لزام في وسط الجفنة ثم تكلم بكلام لم أسمعه فإذا الشاة قد قامت تنفض أذنيها فقال لي خذ شاتك فآتيت إمراتي فقالت ما هذا قلت هذه والله التي شاتنا دعا الله فأحياها لنا فقالت أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بعض الشيوخ القربان الثقات أن رجلا عزم على الحج من بلده فقال له بعض أصحابي إليك حاجة وأحب منك فقال ما أحب قال هذه الرقعة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقرئه وسلامي وتدفنها عند رأسي فذلك من أكبر حوائج عندك ولا تفتحنها ولا تنزر ما فيها قال الرجل ففعلت فلما وصلت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم سلمت عليه وسألته في حوائجي وتخصني ثم فعلت ما سألني صاحب الرقعة فلما رجعت من الحج ووصلت إلى بلدي تلقاني صاحب الرقعة إلى ظاهر البلد وأقسم ألا أنزل على عنده ففعلت فأضافني بحسن ضيافتي ووجه إلى أهلي كذلك ثم قال لي جزاك الله خيرا لقد بلغت الرسالة فعجبت من قول ذلك
فعجبت من قول ذلك وعلمه بتبليغ الرسالة من قبل أن يسألني. كان عند السفر عهدت عنده ولدا صغيرا فقلت علمه إني فعلت ما ذكرته. قال اسمع قصتي. ذلك أنه كان لأخ توفي وترك بلدا صغيرا فربيت أحسنت تربيته، ثم أنه مات وهو صبي. فلما كان ذات الليل رأيت في النوم كأن القيامة قد قامت، قد وقع بالناس، قد اشتد بهم العطش من شدة الجهاد فبين ذلك إذا بأخي وبيده ماء، فسألته أن يسقني، فقال وما ذاك أن يسقني فقال وما ذاك الذي كنت فيه عند قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمدہ خطاب عربی زبان میں آپ نے سماعت کیا الجامعۃ الحمیدیہ کے ہونہار طالب علم جناب مولوی شہاب الدین سے. رب قدیر ان تمام تر طلباء کرام کو روز بروز ترقی کی منزلیں عطا فرمائے، ان کے سینے کو علم رسول سے مزین و مرصع فرمائے. حضرات محترم، یہ طلباء کرام الجامعۃ الحمیدیہ کے ذہن میں رہ کر حضرات محترم علم و حکمت کے جام سے شرسار ہو رہے ہیں. وہ پاکیزہ اساتذہ کرام جن کے سائے تلے رہ کر یہ بچے عروج و ارتقاء کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب یہ بچے قوم کے حوالے ہوں گے تو یقیناً میرے دوستوں حضرات محترم یہ جس مقام پر جس محاذ پر رہیں پروردگار عالم انہیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.